بعد ما تهجرنا على أورم بشهرين احترق بيتي كله بالكامل. بعد شهرين حكى زوجي معنا كان مأسور بسجون النظام وإنه بده محامي وبده مليونين. الله قدرنا وأهل الخير عطتنا. نزحت من أكثر من بيت، بركت بخرابي لا باب ولا بشباك، يعني أقربائنا يعني أهله أقبل الناس طالعونا من بيتهم بعد ما مات وسكتنا قرب ببلاش.